هانتوما الطريقه ان شاء الله تعملوها في واحد الوقيته ما بين 9 الصباح حتى 11 النهار، يعني شوفوا الوقيته اللي تناسبكم. علاش ما كتكونش الشمس حاره بهذه الطريقه هذه؟ باش اننا ناخذوا فيتامين دي. هاد الاوراق كاليبتوس كثروا منها وحطوها على المنغيغه ديال الراس، وتحطوها يعني على المنغيغه ديال الراس بحال هكا. علاش؟ لان الشمس قاسحه على الراس هكا، ونتسرحوا باش الجسم يستافد. المهم ما تفوتوش 5 دقائق الطريقه هذه زويونه، كنسمى حمام شمس. يعني ملي غتعملوها ما تفوتوش 5 دقائق، الله يجازيكم بالخير. وضروري تكثروا من اوراق الكاليبتوس، دير واحد الكميه كثيره لتحت وعملوا لي زار وحطوا الفوق، وتكون فازقه. دابا انا شفاتينها مع الشميشه، ترطبوها مزيان باش تحمي لك الراس. يعني راه واعره دابا الشمس اللي عطاتك الراس، راه نعود ثاني في مشكل اخر. هذه ما تفوتوش 5 دقائق، يكون عندك المكانه في يدك ولا الساعه ولا الهاتف. صافي مني كنسالي، وان شاء الله نعطيكم واحد الوصفه اللي غتبعوها زويونه. المهم تمشيو فين خليكم معايا، وهاد الطريقه هذه تقدروا تعملوها شحال ما قديتوا على حساب الوقت، جوج مرات في الاسبوع، ثلاثه، حتى الا مشيتوا للبلاج ممكن انكم تاخذوا معكم اوراق الكاليبتوس. وحتى الماء ديال البحر راه زويون، غير ردوا البال من تاخذوا اللون السميرار. اللي بغى يسمار راه هو هذاك، واللي بغى يبقى حافظ على البشره راه يرطب عليهم من الشميشه. فيتامين دي تحتاجوا بهذه الطريقه وبالخلطه اللي غنعطيكم. المهم مرحبا بكم في القناه، وخليكم معايا حتى الاخر. اهلا وسهلا، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. الله ان شاء الله يشافيكم يا ربي ويعافيكم في صحيحتكم. ولكن قبل ما نبدا الفيديو، كما شفتوا في الصوره ضروري تاخذوا حمام شمس. لاحظتوا الاجانب راه تيجيو عندنا للمغرب ياخذوا حمام شمس، ولكن حنا كنقولوا علاش هما تياخذوا حمام شمس وحنا كنتخباو عليها، كنتخباو عليها. تعملوا الوقايه، كاسكيط على الراس، حتى اللي بغى يجلس وما بغاش يتسرح كما هكاك يعمل كاسكيطه ويدير تحت منها الكاليبتوس، او فوق الكاسكيطه الكاليبتوس، ضروري الكاليبتوس او اوراق المريوته. بما اننا ما عندناش اوراق المريوته كثيره وخضراء كاليبتوس، بما ان ما عندناش اوراق المريوته كثيره، حتى كانت خضراء راه حتى هي اروع، كتنقص الحراره من كتخليهاش توصل بواحد الكميه كثيره للراس، حيت تمنعوا علينا تضربنا الشمشه ديك الشميشه للراس، يعني تعاد عندنا السخانه او المكلفه. عافانا وعافاكم الله. هذيك الطريقه تعملوها ما بين 9 الصباح حتى 11 النهار، ما تفوتوهاش. ما تقدرش تعملوها جوج ثلاثه لان صعيبه الشميشه. زويونه، وقت اللي كنتي مساليه عملي الطريقه اللي بغيتي، يا تكوني ناعسه يا تكوني جالسه، يا وغطي راسك بهذيك الطريقه بالكاليبتوس. نبداو على بركه الله. وصفه كنت شاركتها معكم شحال هذه. المهم الناس اللي عنده اللي ما عندوش، راه كلشي ان شاء الله فيه فيتامين دي على بركه الله. هانتوما الشريحه كنغسلوها وننقيوها مزيان ونقطعوها هكا. تقدوا بغيتوا تعطوا لاطفالكم ياكلوها، بداو من الوليدات الصغار تعطوهم ياكلوها، ماشي حتى يكون عندنا نقص. والمشكل الكبير اللي كيادينا النقص فيتامين دي هو الاعصاب، مشاكل كناكلو بالغوت، كنفكروا بالغوت، يعني المشاكل المشاكل المشاكل. راه واخا تاكل طبيب بنفسه بشحمه وطابليته، كون على يقين انك ما غتتعالجش، لانك ضروري خصك كاين شي حاجه هنا في الدنيا كتستاهل انها نتقلق. لو عندك مال قارون ضروري، يعني راه الوفاه الموت كتنتظرنا، واخا نكونوا صحاح معافين الموت. هادشي اللي بغيتكم توصلوا ليه باش ان شاء الله نعيشوا بحد، نعيشوا زعما بسلام وبهدوء. الهدوء هو الاول، ما كاينش شي حاجه كتستدعينا اننا نتقلقوا. حتى لو كان شي حاجه عندنا القلق، نتقلقوا بواحد الطريقه اللي هي يعني مرتاحه، نخدموا عقلنا هو اولا. ما القلق راه ما عنده باش يفيدنا. هاد الشريحه نقدروا اننا نفوروها اولا، نطحنوها في الخلاط الكهربائي تعود عندنا مثل الكونفيتير، ونضيفوا على زيت الزيتون ونخلطوها بواحد الشكل اللي تكون عندنا سائل، ونخلوها ونقدروا ناكلوها نغمسوها هكاك مع الصباح مع الفطور. يعني عندنا كونفيتير ديال الشريحه، تصايبوه بوحديتكم. الشريحه تغسلوها وتفوروها او طحنوها في الخلاط الكهربائي مع زيت الزيتون، ويكون زيت الزيتون يعني تحصلوا عليه سائل، كونفيتير سائل، تحطوا لوليداتكم في الطبيسين يغمسوا. طريقه سهله. كاين اللي ما متوفرش على الشريحه دابا، ما لقاهاش في شي بلاصه اللي يكون بعيد، بحال مثلا الجاليه المغربيه يقدروا يلقاوها يقدروا ما يلقاوهاش. كاين طريقه سهله، هو السمسم اللي الزنجلان راه حمرته طحنته عفوا سمحوا لي، يعني حمرته ونقيته، غنطحنو حتى يعود مثل البودره، ونخلطو ثاني مع زيت الزيتون كيعود بحال املو. نقدر نضيف معاه قليل من العسل، جزاكم الله الف خير، ونحطو ثاني في قريعه. يعني غتقول لي شحال الكميه اللي قديتي عليا؟ عندنا 250 غرام من الزنجلان، نديرو زيت العود والعسل حتى يعود عندنا سائل، نغمسو ونعطو وليداتنا يفطرو به في الصباح.
الا فطروا به الاطفال غتجنبوا داك الكونفليكس وداك الفطورات اللي كنعرفوش المصدر ديالها وغير صحيه، مكلفه وغير صحيه. الطريقه الثالثه هي اي طريقه راه كاينه وصافي، بلا ما نقول لكم الثالثه ولا الاولى، هو ان التمر، الناس اللي ناقصين بزاف الفيتامينات وكيتقلقوا، التمر حتى هو غني، نفوروه ونخلطوه مع هذا، ها هو نعجنوه كناكل كويره مورا الفطور. اللي ناقصو الفيتامين بزاف ياكل قبل وبعد. دابا انا لا ولفتو، كناكل قبل الماكله، كناكل قبل مورا، عفوا من ورا الفطور، من ورا الغداء، من ورا العشاء. عطوا لاطفالكم زويونه الطريقه كامل اللي قلت لكم، حيت ما يقدنيش الوقت الا انا بقيت كنخلط، راه ساهلين. كناخذ التمر المعجن كنغسلو مزيان، راه وريته لكم، لا غترجعوا غير شي هذا الاسبوع هذا غتلقاو الفيديو. انا غنفورو ونطحنو مزيان ونخلطو مع هذا، نقدر نزيد معاه شويه النافع البلدي باش المصران ما يبقاش فيه انتفاخ، ونخليه بحال هكا. انا ما تنفوروش، كنخليه بحال هكا. عارف القياس اللي غناخذ، ناخذ مثلا القياس من غنوريكم قد هكا ولا صغر منه اللي قديتو عليه، تبقاو تحتاجوه حياتكم كامله حتى تعودوا بخير وعلى خير. يعني الطريقه اللي سمعتوني بنات خالتي، وصفه سهله كيف ما قلت لكم، هذه يكون عندكم ضروري. انا اللي كنعمل وليداتي هو كل مره واشنو كنعمل. دابا انا عملت هذه، غناخذ هذا غنطحنو مزيان ونخلطو مع زيت الزيتون وندير معاه العسل، تقدروا تضيفوا معاه شويه اللوز الا بغيتوا، كيجي بحال املو. كتحطوه في القراعي كتفطروا به وليداتكم، وحتى الكوتي دابا العطله هذا كنغمس به الخبيز لوليدات وكنعطيه ليه، كيدوزوا مع اتاي. نقول لكم اتاي تيدير فقر الدم ولا راه اللي فقير مسكين باش يعيش. انا عطيتكم وصفات اللي بالامكان، اللي عنده الله يزيدو يدير الشريحه ثاني يفورها. ما بغيتوش ثاني كناخذوا هذه كنفوروها كنخلطوها مع هذه وكنخلطوها مع التمر، كنحصلوا ثاني على هذه الخلطه هذه. واللي عنده المصران يضيف معاه النافع البلدي، اللي عنده المصران كتنظف القولون وكتعطيكم فيتامينات، ويكفي ان التين والزيتون مذكور في القران. طريقه واحده اخرى ثاني كما وريتكم، تقدروا ديروا هكا مقطع ونخشيوه في زيت العود ونخليوه. نسالي بغيت نمشي للعمل ديالي، ناخذ مرصوات شحال ما قديت، جوج ثلاثه مثلا، بحال كف زيت الزيتون، وجبه كامله وزويونه. عقلوا ديروا ورقه وستيلو، الفيديو يبقى عندكم. تقدروا ديروا املو، تقدروا ديروا كونفيتير، تقدروا ديروا هكا. دابا انا ان شاء الله غنحضر هذا مع هذا، وغنحضر هذا مع هذا، غندير جوج املو. هذا غنديرو بحال كونفيتير مع زيت الزيتون، وهذا غنطحنو ونخلطو ثاني مع هذا ومع العسل، غيعطيني املو. الكوتي في المساء يا سلام، وفي الصباح بغيتو تفطروا بيه في الصباح كافي، فهمتوني. هاد الطريقه ثاني، وكنزيد حتى في الوزن الوليدات اللي نحاف، تقدروا تزيدوا معاهم حبوب اللقاح. شحال من ام تتقول لي الوليد عندي ضعيف ولا البنيته عندي ما تتزادش في الوزن. ناخذ الزنجلان ونطحنوه ونخلطوه مع معجون التمر، نديروا معاه قليل من النافع البلدي. علاش؟ باش الوليدات ما يكبرش معاهم لي غاز في الامعاء. نضيفوا معاهم حبوب اللقاح، غذاء الملكي، وشويه العسل، ونكوروه ونحطوه في دابا في الثلاجه، لان الحال سخون دابا الحراره. انا كنحط كنغطيه بحال هكا، عارف القياس اللي غنعطي، حتى عزكم الله الوضوء ديالكم ما يبقاش قاسح في الكريشه، حتى الاطفال ما يبقاش عندهم قاسح. طريقه باش تعيشوا بها مزيانين، لان راه بزاف الناس ناقصينهم بحال الفيتامينات، وهذه اسهل عند الجميع، اسهل، فهمتوني. وبقاو تاكلوا الشعير عزكم الله، الشعير هانتوما، ديروا الخبز مع الشعير. كنتمنى ان شاء الله وصفه اليوم تكون سهله، سمحوا لي راه ماكرهش، لان خدا لي وقت بزاف باش نقطعوا بهذه الكميه، وباش هنا وراكم عارفين راه ساهله الوصفه، غير سمحوا لي والله العظيم. راني حاطاها ماشي ما حاطاش في القناه، غير سمحوا لي انني ما شاركتش معكم، ماشي يعني ما بغيتش، غير ما غيقدنيش الوقت، خصني واحد الفيديو يكون طويل ويجيكم ممل. اللهم الاختصار، سهله الطريقه والكميه اللي قديتو. الله ما يجعلكم ديروا حتى 50 غرام، 250 غرام، تاخذوا 10 درهم ديال الشريحه اللي قديتو، اللي قديتو. الزنجلان يبقى عندكم حياتكم كامله، راه ما عمرو يضركم، تقدروا تطحنوه وتعطوا لوليداتكم مع زيت الزيتون، املو مغذي. تعودوه لاطفالكم، ما تبقاوش تعطيهم الصباح الشوكولات، الحليب بالشوكولات ولا داك الكونفليكس بالشوكولات، راه ماشي طبيعي، غير تينفخ. الزنجلان وزيت العود راه وصفه كامله. عاد يا سلام تضيفوا معاه التمر، ناقصكم غير هنا حبه حلا، داك عفوا النافع البلدي هو اللي ما حطيتوش، راه معروف يعني الشمر. حياكم الله اينما كنتم،
تهلاو في صحيحتكم، مع السلامة.